حيث يحل في الناس أوبئة تهلكهم وتقضي عليهم، وهذا أيضا يحدث كثيرا، ولقد حدثنا أنه حدث في هذه البلاد، يعني البلاد النجدية، حدث فيها وباء عظيم تسمى سنته عند العامة سنة الرحمة. إذا دخل الوباء في البيت لم يبق منهم أحدا إلا دفن والعياذ بالله. يدخل في البيت فيه 10 أنفس أو أكثر فيصاب هذا بمرض، ومن بكرة الثاني والثالث والرابع حتى يموتون عن آخرهم. وحدثنا أنه قدم في هذا المسجد، مسجد الجامع الكبير في عنيزة، وكان الناس بالأول في قرية صغيرة ما في كثرة عالم كما في اليوم، يقدم أحيانا في فرض الصلاة الواحد 7 جنائز 8 جنائز نعوذ بالله من الأوبئة.